قرر المادة الأولى يعين السيد المهندس إبراهيم رشدي محلب محمد رئيسا لمجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. المادة الثانية يعين كل من السيد المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. صعب انت بتتكلمي عن 30 سنة عدت كان فيها فساد، 30 سنة عدت كان فيها بيروقراطية، 30 سنة عدت كان فيها جنود في كل شيء. السيسي هيترشح يعني لقب منصبه كوزير للدفاع ده هي ترتيب يعني اولويات عنده، لان هو عارف السيسي كرجل عسكري وكرجل كان في مجال الاستخبارات العسكرية كان في المجلس العسكري فشايف الصورة قدامه واضحة عن أي حد تاني، وهو عارف هو داخل على إيه، عارف إنه داخل على صعاب شديدة وداخل على تحديات كبيرة. عارفة حاسة برضه إن في تسرع شديد في تشكيل الحكومة، أعتقد إني قريت كل وزارتين وزير هو اللي ماسكها، فحاسة إن الموضوع إذا كان الوزارة اللي قبلها كان كل وزير ليه وزارة وأفتكر ما عملوش أي إنجاز، فلما تبقى وزارتين ووزير واحد اللي يمسكها فكده هنبقى احنا الانجاز هيبقى اسرع مما حد يتخيل. يعني افتكر برضو ان كان الهدف الاساسي ان الببلاوي نقول له شكرا، يعني تعبت اعصابك زياده عن اللزوم. حضرتك شايفه ان الحكومه الجديده ممكن تحقق لك مطالبك؟ لا ما افتكرش انها تلحق، يعني خلينا واقعيين، لما هرجع تاني اقول لك نفس الكلام، لما كل وزارتين يمسكها وزير فكده هنلعب، يعني صعبه، يعني ما اعتقدش انها تحقق اي مطالب في الفتره من هنا لغايه ما رئيس جديد يجي. ما اعتقدش مطالب، انا نفسي الشوارع تبقى نظيفه، نفسي شكل البلد يبقى احسن من كده، يبقى في وظايف طبعا، الحال يبقى احسن، يعني الاسعار تثبت او الاسعار تبقى معقوله، الحد الادنى للاجور، معاشات، معاشات دي مشكله كبيره قوي قوي، يعني ناس ناقصه تشحت في الشارع. يعني انا شايف انها تبقى نفس النظام تقريبا، هو يعتبر ان هي شكليات بس مش اكتر. اللي حصل ده كله مثلا اللي هو يعني بيبين للشعب ان في تجديد بيحصل، في حكومه جديده جايه برئيس جديد طبعا، يعني عشان يخلوا الشعب يبتدي بقى يبعد عن التصورات والاعتصامات والكلام ده. بس فزي ما قلت لك في الاول شكليات مش اكتر. السيسي هيترشح، دي فكره ان هو يبقى وزير دفاع او ان هو يسيب وزير الدفاع، دي ما لهاش اي علاقه ان هو يترشح رئيس الجمهوريه. يعني عايزين عداله، عايزين ما
معامله تبقى متساويه بالناس، ما نلاقيش اللي يقول لك ان الشعب والجيش بيخدموا الوطن، وتلاقي الوطن راكب عربيه ومعدي قدامك يعني اللي هو بيتخدم. عايزين الناس تبقى كلها واحد. ان شاء الله يحصل تغيير كبير قوي، لان الوزراء اللي اتغيروا ده حاجه يعني وزارات قياديه، منها وزاره الصحه، وزاره التعليم العالي. وزاره الصحه احنا عندنا مشاكل كتيره في اضراب الاطباء، مشاكل انفلونزا الخنازير، وعايزين يعني نرجع اولادنا المدارس مش عارفين خوفا منها ومن حالات الوفيات. عندنا وزاره التعليم العالي ومشاكل الجامعه والاضرابات بتاعت الطلبه، عايزين ترجع الجامعه تاني وكمل الترم الدراسي. وزير الماليه عندنا مشاكل كتير مع وزير الماليه في تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور، فدي وزارات لازم. وزاره الكهرباء وده كان مشكله كبيره، ان هو مش قادر حتى يوصل للناس يعني ليه قطع الكهرباء ده، سواء كان خطا من الوزارة نفسها، خطأ من وزارة المالية ان ما بتديلوش دعم، خطأ من الجماعة الارهابية اللي هي بتبوظ له الخطوط اللي هي شغالة اصلا. المفروض ده يوضحه للناس. احنا الشعب دلوقتي بعد ثورة 25 يناير بقى شعب مثقف، المفروض كل واحد عارف يعني دلوقتي العامي اللي ماشي في الشارع عارف كل المشاكل البلد، فهو المفروض يوضحها لنا. في فكرة انه استقالة الحكومة القديمة كانت مجرد فكرة لطرح البلاوي، حضرتك شايفة لا؟ هو الدكتور البلاوي طبعا شخصية عظيمة جدا نفخر بيها، لكن حضرتك هو ادى دوره على اكمل وجه. قوى وزير الدفاع اللي هو السيسي، قوى وزير الدفاع يلغي فكره ترشحه، ولا شايفه انه لا ممكن يترشح عادي؟ لا ممكن يترشح عادي. هو قوى وزير الدفاع لان دلوقتي حضرتك الامن الوطني لازم حضرتك اللي هو يبقى نحافظ عليه، يعني الامن القومي لمصر دلوقتي لازم نحافظ عليه. وزير الدفاع، وزير الداخليه، دول خدوا خطوات واحنا لازم الوزاره الجديده تكملها، فمش هيقدر يغير حد فيها. ال 20 وزير اللي هم ما اتغيروش زيهم زي ما اللي فات، مش اي مشكله، مفيش جديد، مفيش اي جديد، مجرد اللي هم بس بيغيروا يعني بيغيروا بس ايه بيشيلوا ده وحطوا ده بس، مش اي مشكله ثانيه. تغيير الحكومه هو اكيد سبب عشان بيبداوا بس ان شاء الله، لكن هي كده الوزاره اصلا شكل مش اكتر، مجرد شكل حكومه انتقاليه يعني. لا صح، السيسي كوزير دفاع ده ملوش علاقه بتغيير الوزاره خالص. هل ممكن يرشح يعني فكره ترشحه رئيس القايمه؟ انا بالنسبه لي انا 95% اللي هو يرشحه.